احنا نفسنا بابا يروح، وكان قبل الحرب ودينا على الصبر ويشتري لنا حاجات. من اجت الحرب، بدأت الحرب من هان ونزحنا على الجنوب من هان، وبلادي ضلوا في الدار من كثر القصف والمدافع والدبابات. شربنا احنا نصنا ونص ولادي ضلوا في الدار. كويس؟ بعد هيك صرنا نتصل عليه نطمن عليه، مش عارفين وين هو. قال احنا في الدار والطخ والينابل في السخرية علينا يمه. طب تعالوا تعالوا يمه. قال طيب بس يصير في وقت فش يبطل القصف شوي بنيجي. بعد هيك اجوا هو واخته ومرته وبناته، وعند حاجز نت سريم اتصل اللي اليهود اخذوه منه من بين مرته واولاده. وهلقيت احنا لا بنعرف عنه حاجه ولا بنعرف عنه وين هو. طيب ميت مش عارفين عنه اي شيء، تقريبا 25 يوم ما بنعرف عنه حاجه. بعد هيك هاي لا بنام ليل ولا بنام نهار، وانا بصيح ولادي بصيحوا، يعني قلبي بالشلبة عليه مش عارف وين هو. انا برائد مقهور مسطوح مفجور، إلا 70 يوم، 70 يوم ما واحد بتطلع علينا، ما واحد بقول لنا وين انتو. بالأكل صرنا ناكل أقل من نص أكل في اليوم. عندي أولاد صغار أبوهم له شهر في السجن، مش معروف هو وين، مات، طاب في السجن مش في السجن، الله أعلم.